تعال خش ناقش، تعال خش يا اخي. انا اقول لكم حاجه، ادونا زمن بيتناقشونا بتين، ادونا ناس العقل السلفي، ذلك العقل المتخلف المتحجر الانكفائي الجاي من كتاب تاريخ، الناس اللي بيتكلموا لك عن ازمنه وحقبه تاريخيه انتهت في زمنه، ونحن ابناء اليوم ولنا زماننا ولنا مكانتنا ولنا ثقافاتنا ولنا تفاعلاتنا مع المجتمع ومع الثقافة ومع الدين ومع اللغة ومع السلفيين ذاتهم. فرصة مفتوحة للنقاش، تعال خشوا، ما واحد فيكم ينبسق ساكت ما في، تعال انبسق، فرصة مفتوحة للانبساق، تعال خش. عيب والله، عيب 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 عيب. جايب لكم واحد حبوبة كبيرة لما يتكلم لمن الغبار يمرق من خشمه، فهمت؟ وما حافظ لا آيات لا حافظ أحاديث لا فاهم تاريخ، لا عارف أبو هريرة أسلم بتين ولا قعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم كم، ولا عارف الحديث الداري كالضبيو على معاوية رضي الله عنه، ما عارف ذاته الرواه منه وأخرج منه وجاي كيف، ما عارف ذاته. شعبين شينا والله، والله أنا عندي رصيد يتبرعوا به. تعالوا خش عليك الله، خش عليكم الله، تعالوا خش شينا والله. كلامكم كله ردينا عليه، ولسه في نقاط إن شاء الله أخواننا قاعدين، ولو 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 كمان بتشترطوا بقيتوا زي النساوين، المرأة بتختار البرقص مع منه، برضه ما عندنا مشكلة، تختاروا اللي يناقشكم منه، لو دارين شيخ مزمل بناقش، دارين أنا بناقش، دارين أي واحد من أخواننا ديل تختار من طرف، تعال خش، فرصة مفتوحة للمداخلات، تعالوا خشوا. عيب عيب عيب، ناس العقل، عقولكم الليلة خطيتوه ولا زول داك جمعوا منكم، بعد ما هناك قال لك أجمع، شال العقل وفات بيه. الحاصل شنو؟ فرصة مفتوحة للمداخلات، تعالوا خشوا. والله الليلة ما نخليكم، ورب السماء ما نخليكم، تعال خش. انتوا خايفين من شنو؟ خايف من شنو يا اختي؟ تتكلم في صحابه انت ما قادر علينا، نحن خليك من الصحابه، نحن ديل انت ما قادر علينا، تقدر على صحابه؟ ها، ونحن ما عندنا اي حاجه، لكن كلامك ذا بخالف الواقع ويخالف العقل ويخالف التاريخ ويخالف اللغه ويخالف الرجال السودانيه ويخالف العادات العرسيه ويخالف الانبساغات الوهميه، كله بخالف. تعالوا خشوا، عيب على الشعبيين، عيب عليكم، فرصة مفتوحة للمداخلات، تعالوا خشوا يا أخي. كذا قبل تخشوا يا ناس، انتوا عندكم غنا كم غنا؟ غناة الشروق حقتكم، غناة ذاك اسمه مين حسين خوجل حقتكم، وغناة مين وغناة مين مفتوحة لكم، غناة اس 24 حقتكم، عرفتها؟ انتوا خايفين من شنو؟ ما تخاف، انتوا في واحد من السلفيين شايل حاجة؟ طيب لو اشترطتوا علينا انه نص اخواننا السلفيين ديل امرقوا برا الجامعه، براهم بيمرقوا، بتمرقوا ولا بتمرقوا؟ بس يحصل منهم شنو؟ يجي يخش، مش بس هو يجي زي ما قالت ديك، تعال يا اخ، تعال تعال بين عندك، تعال ها تعال، لو 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 نطت منك الايه او الحديث بنذكرك لها، ولو الشبهه نطت منك برضه بنديك لها، وبعد ذاك ان شاء الله ستجغم وتهلك، فهمت؟ لانه احنا ما بنجاملك. خش يا شعبين، عيب عيب. اي شعبي متى ما حس بالحساس بتاع الرجوله بتاعه، حس انه الامبير بتاعه بدا يتحرك ساي، بس ان شاء الله الارض بتاعه ما ثابت، بس يتحرك كده طوالي، تعال خش حبابك الف.